المحكمة الفرنسية لكرة اليد تجيب تونس معاينة البنية التحتية يمكن تكون تروفي دي شامبيون في تونس مدة سنوات، كنت تعطينا أكثر تفاصيل. صحيح الفكرة موجودة والخيال توا عندنا أكثر من عام نخدموا فيها، إن شاء الله مازال ما صار فيها حتى شيء، يعني ما خدوش القرار، القرار باش يتاخذ إن شاء الله من هوني في شهر جانفي. الخيال جاو من الليغا ديال الناسيونال تاع هونبال تاع فرنسا باش يشوفوا إن شاء الله يوم 8 جانفي في باريس القرار ياخذوه، وإن شاء الله تكون تونس بيسور هي الناجحة في الشيء هذا باش إن شاء الله على 3 سنين تكون في تونس على العام 2013 2014 2015 إن شاء الله. ان شاء الله ما يكونش عوائق، ولكن اللي احنا لازم نقولوها وحدنا ديما الحاجه اللي ترجع هي الى هي على حكايه السيكوريتي، يعني خايفين لا توقع حاجات، احنا نرتحوا فيهم وريناهم اللي ينجم يجيو يزوروا ويحوسوا في تونس يمشيوا ما غير ما فما حتى مشكل. ان شاء الله دخلنا لهم الفكره هذه في دماغهم مش نهار اللي باش يوقع الاجتماع هذايا، معناها يختاروا تونس ان شاء الله حتى على 3 سنين ما نساوش، معناها باش يكون فيها ناس باش معناها 4 جمعيات احسن 4 جمعيات في فرنسا اللي هما باش يكونوا هوني، وفيهم ما تعرفوش ما تعرفوا كما الجمعيات اللي موجودين لاعبين تونس يلعبوا معاهم، دونك باش يكون جو كبير وباش يجيو بالعمل طبعا الناس الكل باش يجيو تونس كذلك، يعني سياحه معناها على الصعيد السياحي باش تكون حاجه هايلة ياسر على الصعيد الرياضي وسمعة تونس وسمعتنا، واحنا في الوقت الحاضر عنا معناها المطلوب منا الناس كل وخير كل باش يحطوا اليد في اليد باش يجيبوا الناس من برا باش يعملوا لنا دي مانيفيستاسيون كيما هكا، ويلزمنا نفرحوا بهم يلزمنا نعاونوهم ونحطوا لهم احسن ما عندنا ونسهلوا لهم الامور ان شاء الله. بالنسبة للبنية التحتية شنو كان رأي اللجنة هذه في البنية التحتية في تونس خاصة القاعات قاعة الملك والله سوسة الحمامة؟ كل صراحة ويلزمنا نقولها بكل صراحة، فما قاعة سوسة معناها ما لقوهاش في حالة معناها كما ينبغي، يلزمها معناها واحد يتلهى بها ويزيد يعاود ينظفها كما عملناها في 2005، إذا ما ترجع في المستوى هذاك عجبتهم حمامات، عجبت إصالة حمامات ويعطيها صاحب المناسبة هذه مشكل جماعة الحمامات وجماعة نبل معناها نظافة وكل شيء معناها موجود. وقت مشينا الرادس ومشينا الهوني الحق كل شيء موجود كل شيء على احسن ما يرام، توا يقعد كان القرار ليهم هما نهار 8 جانفي ان شاء الله، واحنا باش نزيدوا ندافعوا على الدوسيه هذايا نتاعنا حتى الاخر الثقه، وان شاء الله النجاح يكون من جهتنا على 3 سنين هذو 2013 2014 2015 ان شاء الله. بالنسبه للمرافق السياحيه نزول لا هذاك موجوده شنو كان رايك؟ هذاك ما فيش حتى اشكال، ما عندنا حتى مشكل في الشيء هذا الحمد لله، النزول بتاعنا هايلين ياسر، شافوا النزول عجبوهم في على حكايه النزول وحكايه السياحه ما فيما حتى مشكل معنا، ان شاء الله تكون ان شاء الله تكون حاجه معناها في مستوى عالي باش خاطر وقت نجيبوا نضبطوا حاجات كيما هكا العالم يغزر لنا، كيف العالم يغزر لنا ويراونا ننشقوا في تنظيم حاجات كيما هكا يوليو الاخرين يجيو يعملوا تنظيم معناها بطولات عالميه بطولات عربيه بطولات يعني ريجيونال ما بين الجمعيات تولي تجينا تعمل تربصات، معناها يلزم الناس كل كيما قلت قبيله الناس كل اليد في اليد باش نتعاونوا باش نعاونوا بلادنا ونعاونوا رواحنا، احنا راهو كيف واحد يخمم باش يعاون بلاده ديما يعاون روحه انديريكتومون يعاون روحه، يلزم التوانسه الكل اليد في اليد اليوم وخاصه اليوم يلزمنا نوقفوا كل شيء نخموا على مستقبل بلادنا، وراهو كي نخموا على مستقبل بلادنا نخموا على مستقبل روحنا. ميرسي بوكو يا شويه.